فهذا هو الأصل الأول، أن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يعبد العبد إلا ربه ومولاه الذي فطره وخلقه، كما قال الرجل المؤمن الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني. السماء خلقه، والأرض خلقه هو سبحانه وتعالى، والجبال والرواس الجبال الرواسي والبحار والأنهار والأشجار والنجوم والكواكب، وخلق البشر وخلق الكائنات والأحياء أحياء البر والبحر. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فإذا كان الخالق هو الله وحده، فلماذا لا يعبد وحده سبحانه وتعالى؟ ليزول في الشدائد ينادي الله وينادي غير الله؟ ليه الزول لما يقول يا رب ارحمني عبد الله؟ لأن الدعاء من أجل العبادات. يقول يا رب أرزقني عبد الله تعالى، يا رب نجيني من الكرب عبد الله، ولجأ إلى الله، إلى واحد أحد فرد صمد سبحانه وتعالى. وهذا التوحيد عبادة الله وحده لا شريك له. فإذا قال يا الله ويا فلان، ده توحيد ولا نادي اثنين؟ يا الله هنا المنادى واحد، الله سبحانه وتعالى. يا الله ويا شيخ فلان، نادى كم؟ مش نادى اثنين؟ كيف يكون البنادي الله براو موحد، والبنادي الله وينادي الشيوخ يكون برضو موحد؟ كيف؟ إن قالوا له وصايت بينه وبين الله، دي ذات المشكلة الكبيرة اللي جات من أجلها، من أجل معالجتها الرسل. قال الله تعالى عن المشركين ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. هاب يعبدون ليه؟ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. شوف على كل الكفار ذيل عارفين اي شيء عند الله، الرزق عند الله، الجنة بيدي الله، الكروبات بنجيك الله، طيب تعبد الاصنام ليه؟ والله نحن الاصنام دي على اشكال ناس صالحين. شكيب تلقى الصنم، ما بتلقى صنم في الغالب، ما بتلقاه على شكل بهيمة، صنم على شكل ناقة، ولا صنم على شكل طائر، لا، على صورة بشر بتلقى. قالوا نحن كعبين وديل كانوا كويسين، نقول لي يا الله عشان ديل الدين ودي بدعة، ولا الناديون وهون ينادوا لي وهون ينادوا لينا الله، وده الشرك بالله تعالى. أساءوا الظن بربهم، وما من مشرك إلا وهو جاهل وغال ويسيء الظن بربه سبحانه وتعالى، جاهل. وإن بلغ في المراتب عند الناس والشهادات ما بلغ، جاهل عند الله، جاهل. شفت زول فلاح ما بيعرف يكتب اسمه، بيزرع ويمشي ينوم، بعد فترة يجي يحصد ما بيعرف يكتب اسمه، ويعرف الله سبحانه وتعالى، ده عنده علم. وزول بلغ أعلى المنازل عند الناس وأعلى الدرجات وهو يدعو غير الله، ده جاهل عند الله، جاهل. مش الجهل دي صفة كعبة يقول لك اللي قالوا لي جاهل ما خلوا لي شيء. الله قال قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون،
أيها الجاهلون وسموا بأهل الجاهلية. كان فيهن الشعراء وفيهن الناس التجار وفيهن 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 أهل المنازل والقادات، وبعد سموا بأهل الجاهلية، بل من قادتهم من سمي بأبي جهل، عمرو ابن هشام، ابن هشام سمي بأبي جهل، جهل زول الكون ده كله عائل له، ما اهتدى إلى التوجه إلى الله مباشرة، ده ما جاهل، ده ما بسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. يعني يا الله انت ما بتدينا ساي، ده ما الفهم كده، انت يا الله ما بتدينا ساي إلا نوري الناس زين ونادوك حتى انت الدين. عشان كده الله قال عن المشرك انه اساء الظن بالله، قال قل افغير الله تأمروني اعبد ايها الجاهلون ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدروا الله حق قدري، نازل ظنهم بالله سيء، ما قدروا الله حق قدري، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيميني سبحانه وتعالى عما يشركون. النازل بتفكر في الآية دي، سماوات الشداد، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، سماوات مطويات قال لك بيميني، وعظمة وقوة لله سبحانه وتعالى، ومع هذا يلجأ إلى غير الله ويستغاث بغير الله سبحانه. بل كفار قريش كانوا في الشدائد لا يلجؤون إلا إلى الله، جاءت القربة وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، ضل سورة الإسراء، ضل من تدعون إلا إياه، كلهم بروحه، ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وفي سورة العنكبوت فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، في البحر مخلصين له الدين، يا الله براء وبس، يا الله براء كذي بس، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يا الله ويا اللات، يا الله ويا هبل، وإلى آخره. مصائب زي السيزول يكون في غرفة الإنعاش دريبات اشتغلت ويجيبوا له زي المشبك داك بتاع القلب ده، لما نركبوك له ركبوه معناها شغلتك دي قربت، بعدين ركبوا له في الأصبع ديك بتاعت المشبك داك والكمبيوتر يشتغل سيك سيك شغلة قربت، يدعب تعب شديد، يا لطيف يا لطيف ألطف يا لطيف، مرقني يمرقوا برا الجماعة يجوا يقول له أنت متزوج لك كم سنة؟ 5 سنة. ما في جنة، هاي رحلة فلان بديك جنة، يا زول المرقك من الكربة دي منو؟ الله. والبدي الجنة منو؟ الله. وفي غير الله بدي الجنة؟ لا. طيب أنت ليه في الشدائد تلجأ لي الله وفي الرخاء تلجأ لي غير الله سبحانه وتعالى؟ أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه، الجنة أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ ونصوص للأسف ما يقبلوها، قرآن ما يقبلوه، في بلد إسلام يشاكلوك وزعلوا منك طلعوك بتاع مشاكل، عليك الله الزول بتاع المشاكل اللي بيعلق الناس بغير الله، ولا زول بيعلق الناس بالله سبحانه وتعالى؟ تعال المشاكل يا تو، الناس ماشية عديل لا في مشكلة ولا شيء، الله الرزق يا رزاق ارزقني، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، النفع عند الله، الضر الله بيتحكم فيه سبحانه وتعالى يملكه. قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، عشان ما تعلق حجاب ولا كمون ولا غيره، عشان ما تعلقين. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، سورة الرعد والقبلية سورة الأنعام، وبرضو بتلقاها في سورة يونس، وآيات كثيرة عظيمة
تبين توحيد الله تعالى، أن يتوجه العباد إلى ربهم ومولاهم إذا أرادوا دخول الجنة. دار الجنة أي تمشي لي الله قلبك ده نظيف نظيف ما فيه تعلق بغير الله. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الله لما خلقك وداك القلب ده كان فيه بشر ما كان فيه بشر، ترجع سليم، ترجع وهو يتعلق بالله وحده لا شريك له، لا شريك له سبحانه وتعالى. الأصل الثاني أن لا يعبد الله إلا بما شرع. الزول لو دار يدخل عليه ملك من الملوك عنده خطوات معينة بيتخذها، ما بيجي خاش ساي وما بيجي بأي باب. الزول لو شغال في الشرطة دي يقول لك دي المادة كذي، ده القانون كذي، وده كذي إلى آخره. والقاضي ممكن يشوف الجريمة، يشوف فلان كتل فلان، لكن لما يركب المنصة ويقعد في الكرسي بتاع القضاء ما بيحكم بشي شاف إلا تتوفر الشروط كلها حتى نحكم. وين الشهود؟ اعترف خلاص ما داعي للشهود وإلى آخره. ففي خطوات، أي شيء في الدنيا ده خطوات. المريض ادوه دواء عنده خطوات معينة، لو مشى لخبتها الدواء ذاته بضره. العربات، السيارات، عربات بنزين ومويه وزيت، اي شيء عندهم حل معين. ليه الدين ده داري لخبطوه؟ ليه ما يمشوا لي الله بالدين الجبه والنبي صلى الله عليه وسلم؟ اي شيء داري يزيدوا فيه. كبر المؤذن الله اكبر، بدل يقولوا زيه يقولوا كبير الله. دي اللي قالها من رسول، قالها ما قالها صلى الله عليه وسلم. ليه بزيدوا فيه؟ أي شيء يزيدوه في دين الله سبحانه وتعالى. رسول سبح بأصابعه، يسبحوا بحاجات تانية يجيبوها. رسول عليه الصلاة والسلام طبق السنن كلها، كل السنن يقول اعملوها يخالفوه، حفوا الشوارب يخالفوه، أعفوا اللحى يخالفوه، في البخاري ومسلم. فما كان أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، في سنن أبي داود يسبل إزاره يخالف السنة. مخالفة مخالفة مخالفة، ومع هذا يزعمون أنهم يحبونه صلى الله عليه وسلم. الليلة الشباب لما يحبوا فنان تلقاهم يقلدوا في أي شيء، يحبوا مصارع يعملوا زي حركاته ويتدربوا ويعملوا إلى آخره. المفروض أحب النبي صلى الله عليه وسلم يعمل زي ما كان بيعمل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عشان كذي جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة، طريق الجنة، إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى.